سمو الشيخة سمية بن صقل القاسمي حرم حاكم أم القوين حفظها الله، أصحاب المعالي والسعادة والحضور الكرام، يسرنا تشريفكم بحضور معرض عروس أم القوين الأول الذي يختص بكل تفاصيل العروس والجمال والعائلة، ويعد المعرض شامل جميع مجالات حفلات الزفاف ونمط الحياة، وهو بمثابة بيئة خصبة للباحثين عن أفكار ونصائح عن الموضة وأحدث الصيحات وتصميمات عروض الأزياء ومصممين أزياء والمجوهرات والمستشفيات ومراكز وعيادات التجميل والتصوير والعطور والحلويات وكل ما هو جميل، فإن هذه الفعالية تعد فرصة مثالية لتجربة الجميع. في ظل وجود سفراء الخبرة في الجمال والموضة، أشهر مصممين الأزياء وعدد من شركات العلامات التجارية، يطل علينا معرض عروس أم القوين الحدث الذي تستطيعين من خلاله الوصول إلى تطلعاته. يمنحك معرض العروس يوماً متفاعلاً حافلاً بالمتعة والحركة والإثارة والمرح، مما سيلهمك أنت كعروس مقبلة على الزواج أو سيدة تتمتع بحس الأناقة في عالم مختلف في الأزياء والموضة. معرض العروس يجلب لك الرونق والفخامة والجمال والإشراق تحت سقف واحد. حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من قياداتنا الرشيدة ومن قبل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، فقد خصها طيب الله ثراه في لحظة إعلان قيام دولة الاتحاد بقوله: لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها. يجب أن لا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن. حضورنا الكريم، دعونا نبدأ مع أول فقراتنا مع الأديبة الدكتورة بروين حبيب، فلتتفضل. مساء الجمال. الجمال من الداخل إلى الخارج. سئل أرسطو يوما: ما تعرفك للجمال؟ قال: دعوا هذه المسألة إلى العميان، لأن الأعمى يتلمس الروح، والشكل الخارجي ما هو إلا قناع. سمو الشيخة سمية بن صقر القاسمي، زوجة حاكم أم القوين حفظهم الله، حضرات الضيوف، أهلا بكم معنا في معرض العروس. قبل قليل قدمت زميلتي سفراء الجمال وخبراء الجمال والموضة. أنا لست خبيرة جمال ولا موضة، لا أدعي ذلك، أعمل بحقل الثقافة. ودعوة سمو الشيخة كان تشريف لي أن أكون معكم في معرض العروس لأم القوين لعام 2018، وهو أول معرض. حقيقة وقفت، أعطوني مطلق الحرية لاختيار الخطاب اللي أنا بتوجه فيه لحضرة الضيوف. خلاني أمام أسئلة كثيرة: الجمال، الأنوثة، ما مفهوم الأنوثة؟ الأنوثة الحقيقية، الأنوثة المزيفة، التحديات اللي تواجه المرأة عبر العصور. يمكن إحنا اليوم نحظى بكثير من الدلال، كثير من البذخ، كثير من الترف في الحياة، خصوصا في منطقة الخليج، بحيث أكثر النساء في العالم استخداما للكوزمتيك، مليار وشيء بالسنة ميك أب وا وا وا، أو نساء الخليج. وهذا يضعني أمام سؤال: إحنا ماخذين عنا انطباع نساء الخليج وين ما نكون، نساء النفط والذهب واللؤلؤ ونساء الظاهر، وهذا يؤلم حقيقة، لأن إحنا في نساء رائدات في الخليج، في نساء حملنا شرف البدايات،
بالفن والبحث العلمي والثقافي. اليوم بيننا السيدة الرائدة، أول باحثة تحمل دكتوراه في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلة حية، الدكتورة عائشة سيار. عندنا الفنانة سميرة أحمد من الرائدات في المنطقة اللي استضفتها يوما ما وحكت لي حكايتها وكيف تمردت إلى حد ما لظروف البيئة آنذاك أن تقف على خشبة المسرح. كثير من النساء في منطقة الخليج في البدايات واجهنا صعوبات كثيرة، يمكن الصعوبات قلت اليوم من منطقة إلى أخرى في الخليج لأن شروط الحرية أيضا تختلف. الكويت والبحرين مختلفة الشروط، الإمارات وعمان و الشروط أيضا اختلفت، حتى مفهوم التحرر مختلف. تواجه المرأة اليوم تحديات أن تكوني أما، أن تكوني سيدة ناجحة، أن تكوني امرأة واعية، أن تكوني زوجة على الفرازة، تكوني مجتهدة، تعجبين زوجك وتهتمين بأولادك، هذه كلها تحديات. وكأن المرأة فعلا هذه الصورة أم ثمانية أذرع اللي تكوي واللي تغسل واللي تنتبه واللي لازم تجدد أنوثتها واللي تهتم بأنوثتها. طبعا أنا ما أتكلم عن الأنوثة، فقط مفردات الأنوثة الخارجية، لأن أنا ما أتبرأ من أيضا من أن أنا أحب أتمكيج، أحب أحط رموش، أحب أحط إكستنشن، أنا داخلة في هاللعبة، بس لعبة الدمية لا لا. ليش أنا أنسحب عن لعبة الدمية؟ لأن أنا لازم أكون أيضا بتحدي دائم مع نفسي وأيضا مواجهة أن أصلا أدخل لعبة الأبديتينج لكل شيء، أبجريد لكل شيء. شيء أنا أطلع على الشاشة، إذا أنا تي في بيرسون، إذا في شاشة أنا مش على الراديو، أكيد حضوري ومكياجي لازم أكون ذات شكل مقبول إلى الجمهور. أنا مش يعني ماني كان، يعني ماني فنانة، يعني أنا دوم أقول أنا لو ما كنت في التي في كنت أكل براحتي، لأن في التي في أنا دوم أقول في أجساد نساء، في سمول وميديوم ولارج وإكس لارج، ليش إحنا دائما نعيش وإحنا نمر في الممر بالتلفزيون؟ هنا مدير التلفزيون يبي لك 4 كيلو، يبي لك 5 كيلو. أنا ألاحظ نفسي إن وجهي مثلا على الشاشة يطلع أعرض لما يشوفوني مثلا بدون كعب وكذا في المطارات خصوصا. انت فرمنها احس ان اللي ورا الكاونتر يعني يستصغرني، يعني بس اشيل النظاره يشوف صورتي بالباسبورت، لان التي في صوره، فلان صوره احنا لازم نكون على الفراسه. انا ما ممكن اجيكم اليوم بدون ما انا منتقيه اللبس اللي يناسب الحدث المقبول. ما راح اروح الاكستريم، بس في مفردات للانوثه انا لازم اتقنها ولازم I have to follow، لأن العالم قاعد يركض. أنا عايشة في ماراثون عنيف في الحياة، في حياة استهلاكية، في أبراج عالية، في مترو بلا سائق، لكن أنا دائما أعتمد على فكرة الإنسان، لأن الاستثمار الحقيقي هو الإنسان. وحتى التاريخ لا يدون إلا الإنجازات العظيمة، والإنجاز العظيم هو الإنسان. عقلي لن أكون سوى بين أتتوها، لن أكون امرأة جميلة وصمتي، أنا سأتكلم، أنا سأسأل وسأمارس فن السؤال. ووظيفتي على الشاشة طول 20 سنة في الإعلام الثقافي، من صغري يوم دخلت كانت عندي لعبة السؤال، أسأل الضيف. وأنا من مدرسة لما أحضر للضيف حتى في دورات التدريبية أقول للمذيعين لا تسأل سؤالا لا تعرف جوابه. أنا من أحضر للضيف، من هي سميرة أحمد؟ المسرحيات اللي مثلتها، التلفزيون، رأيها في الدراما، حضورها كذا، هذا شيء يهمني، شيء يهمني إني أنا أعرف عن سميرة أحمد، لأني على الهواء قد تنسى الفنانة سميرة أحمد مع حفظ الألقاب، قد تنسى تاريخها، قد تنسى تفصيل من تفاصيلها، أنا أرجع لها التفصيل. فالتحدي الحقيقي إن أنا مثل ما أسوي أبجريد لشكلي لازم أسوي أبجريد لعقلي لروحي، لأن أيضا الشكل مع المضمون. أنا 10 دقائق بتتحمليني على الشاشة، شعرها لمسة بعد 10 دقائق، أنا مو ملحن نشرة، أنا مو شكل جميل يعبر الشاشة، أنا أثر، أنا مش برتقالة طويلة.
حسن وترمى، أنا لازم أترك أثر، والأثر الحقيقي هو أني أضيف شيء للتاريخ، للمرأة، المرأة الواعية، المرأة الإنسان قبل أن تكون أنثى. شكرا لكم. طبعا كل الشكر والتقدير للدكتورة بروين حبيب. حضورنا كريم، أما الآن مع أبريت عام زايد من كلمات وألحان إيمان الهاشمي، فلتتفضل. I'm so sorry.
تتغنى بحب عام زايد. دعونا نذهب للمصمم حمد الفلامرزي الذي أبدع خلال السنوات الماضية في تصميم الأزياء وثم تنظيم حفلات الأعراس والمناسبات والفعاليات. دعونا نذهب جميعا في عرض أزياء للمصمم الإماراتي حمد الفلامرزي. طبعا كل الشكر والتقدير للمصمم الاماراتي حمد الفلامرزي على هذه الازياء الجميله. طبعا انا اوجه له تحيه خاصه لان لوكي وطلالتي اليوم من ازياء المصمم الاماراتي حمد الفلامرزي. واوجه شكر للميك اب ارتست ريماني بيوتي اللي اشرفت على اطلالتي. حضورنا الكريم، اكيد كل الشكر والتقدير لسمو الشيخه حصه بن صقر القاسمي على دعمها اللامحدود وعلى تشريفها وحضورها اليوم لهذا المعرض، ونطلب منها وجميع الحضور اخذ لفه في هذا المعرض.